أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، نشرة أخبار مصر التعليمية، ابقوا معنا. عناوين الأخبار: التعليم، ما زلنا نصمم النظام البديل للثانوية العامة ولم ننتهي منه بعد. افتتاح 1000 فصل تعليمي جديد بالفيوم للقضاء على ارتفاع الكثافة الطلابية. التعليم، تعلن المدارس الفائزة بمسابقات التربية البيئية والسكانية والصحية. أولياء أمور المدارس الخاصة يطالبون بحساب بنكي لدفع المصروفات منعاً للتلاعب. تطوير المناهج الدراسية مرتبط بأداء المعلم. دقت ساعة الخدمة الميدانية، تعليمات جديدة لمديري ومعلمي المدارس. مقارنة العينة العشوائية بالأعوام الماضية تكشف انخفاض تنسيق الثانوية العامة لكليات القمة علمي وأدبي. تعليم، البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن عدم إنشاء كنترول بقنا. كل ما تريد معرفته من المدارس اليابانية من الألف إلى الياء. عدنا معكم وتفاصيل الأخبار أعزائي مشاهدينا الكرام. التعليم، ما زلنا نصمم النظام البديل للثانوية العامة ولم ننتهي منه بعد. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بجدية على تصميم نظام تقييم بديل للثانوية العامة بالتعاون مع خبراء في هذا التخصص وخبراء من مؤسسات ودول سبقتنا في هذا المجال، مع محاولة تطويعه ليتناسب مع النظام المصري ومع النظر لمخاوف أولياء الأمور. وأضاف في تصريح صحفي له لمواجهة أولياء الأمور والطلاب عبر الفيسبوك: إذا تمكنا من إنهاء هذا التصميم خلال الأسابيع القادمة والتأكد أنه سيقضي على الدروس الخصوصية ويعيد التعليم المدرسي، سوف نعلن ذلك بالتفصيل. أما في الوقت الحالي فنحن في غرفة العمليات نصمم النظام البديل ولم ننتهي منه بعد. افتتاح 1000 فصل تعليمي جديد بالفيوم للقضاء على ارتفاع الكثافة الطلابية. أعلن الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم أن المحافظة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق إنجازات هامة في الإصلاح الإداري والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، موضحا أن عددا من المدارس ستدخل الخدمة قريبا لتضيف 1000 فصل تعليمي جديد يسهم في تخفيف الكثافات داخل الفصول ويوفر بيئة تعليمية جديدة للتلاميذ. وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية لتوفير فرص تعليمية أفضل لأبناء الفيوم، مشيرا أن القبول بالمدارس هذا العام تم بشفافية وعدالة مطلقة دون استثناءات تحت السن أو قبول أعداد فوق الكثافة. ولفت المحافظ أن العمل أوشك على الانتهاء بإنشاء 10 ملاعب نجيل صناعي و5 معامل لغات جديدة لخدمة الطلاب وطالبات التعليم الفني، مؤكدا ضرورة أن يكون لكل مدرسة فنية منفذا لبيع منتجاتها، وذلك بعد النجاح الذي حققه معرض مدارس التعليم الفني بمركز أوبشواي الذي أقيم خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي. التعليم، تعلن المدارس الفائزة بمسابقات التربية البيئية والسكانية والصحية. في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة تنفيذ خطة الأنشطة التربوية لهذا العام من أجل تحفيز الطلاب وتشجيعهم على التفوق والإجادة وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتعويدهم على تحمل المسؤولية فضلا عن تعميق الولاء للوطن. فقد صرح الدكتور أكرم حسن مدير عام الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية أنه قد تم تفعيل العديد من الأنشطة التي تستهدف الارتباط بين الطالب وبيئته التعليمية وتحقيق الأهداف
التي ترتبط بنمط التعليم الفعال لإكساب التلاميذ العديد من المهارات وتنمية القيم والاتجاهات الإيجابية لديهم من خلال 4 مسابقات. وأشار حسن أنه تم إقامة مسابقة المشروع البيئي، حيث شاركت العديد من المدارس بمجموعة من المشاريع البيئية المتميزة، حيث حصلت مدرسة فرشوت الثانوية الزراعية التابعة لإدارة فرشوت التعليمية بقنا على المركز الأول على مستوى الجمهورية، حيث تقدمت بمشروع بيئي متميز لإعادة استخدام المخلفات العضوية في إنتاج سماد عضوي. كما حصلت مدرسة مرسى علم الثانوية المشتركة التابعة لإدارة مرسى علم التعليمية بمحافظة البحر الأحمر على المركز الثاني، حيث شاركت بمشروع خريطة مصر المجسمة. وحصلت محافظة دمياط والغربية ومطروح وأسيوط والقليوبية على المراكز من الثالث إلى الخامس مكرر. كما أضاف حسن أنه تم إقامة مسابقة المراجعة البيئية والصحية للمدرسة، وحصلت بها مدرسة دار الكوثر الإسلامية التابعة لإدارة الفتح التعليمية بمحافظة أسيوط على المركز الأول، بينما حصلت مدرسة كفر عطلة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة درب نجم بمحافظة الشرقية على المركز الثاني، واحتلت محافظة الغربية والدقهلية المركزين الثالث والرابع. كما أعلن حسن أنه تم إقامة مسابقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية المتنوعة، وحصلت بها مدرسة المأمون الرسمية لغات التابعة لإدارة وسط محافظة الأسكندرية على المركز الأول، وجاءت مدرسة أحمد جوهر التابعة لإدارة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في المركز الثاني، وحصلت محافظات أسيوط ودمياط وأسوان والغربية والجيزة والشرقية على المراكز من الثالث إلى الخامس مكرر. كما أوضح حسن أنه تم إقامة مسابقة الأبحاث، وحققت بها محافظة كفر الشيخ المركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية، حيث حصل الطالب عبد الرحمن إبراهيم رزق شريف بمدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية على المركز الأول بمشاركته ببحث بعنوان أخطار تهدد نهر النيل. بينما حصلت سارة ممدوح أبو السباع الطالبة بمدرسة سنوفر الإعدادية التابعة لإدارة شرق الفيوم على المركز الأول على مستوى المرحلة الإعدادية بمشاركتها ببحث بعنوان الهجرة غير الشرعية للشباب المصري، حلم يتحقق أو موت محقق. وكذلك فازت إشراقة علي أحمد الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات التابعة لإدارة دمياط التعليمية بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية لمشاركتها ببحث بعنوان مستقبل الطاقة في مصر. أولياء أمور المدارس الخاصة يطالبون بحساب بنكي لدفع المصروفات منعا للتلاعب. أكد ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة عدم التزام معظم المدارس بالزيادة المقررة للمصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن يجب عمل استبيان حول المدارس المخالفة، مطالبين بتلقي المصروفات من خلال حساب بنكي لضمان عدم التلاعب بالمصروفات وضمان حق ولي الأمر من الزيادة الغير قانونية من المدارس وضمان حق الحكومة في الضرائب المستحقة. وقال الائتلاف إنه استقبل عدد من مشاكل أولياء الأمور، ومنها عدم وجود ختم على وصولات دفع المصروفات، كما أن المصاريف غير مطابقة لنشرة المصروفات المعتمدة من الوزارة والإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، بالإضافة إلى عدم تعليق اللوحات التي يوجد بها المصاريف المعتمدة في أماكن ظاهرة بالمدرسة، وعدم استرداد رسوم التقديم لأي مدرسة في حالة عدم قبول الطلب، وعدم التزام المدارس باللائحة الداخلية التي يتحدد فيها مصاريف الباص والنشاط والكتب. تطوير المناهج الدراسية مرتبط بأداء المعلم.
أكد حازم راشد مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم خلال فيديو تم بثه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أن تحسين المناهج الدراسية سوف تحقق أهداف الجيل الجديد، مضيفا أن التطوير مستمر منذ سنوات ماضية، فالمركز ينظر إلى المستقبل أكثر من الحاضر. وأضاف راشد أن المناهج والتعليم منظومة متكاملة، ولا يمكن تطوير المناهج حتى يتم تطوير أداء المعلم وتطوير منظومة التقويم والأنشطة، مؤكدا أن بعض المعلمين يقومون بالإلقاء فقط داخل الفصول، متابعا مثلا مدرس الكيمياء عبارة عن إلقاء دون ممارسات على أرض الواقع. نتوقف مع حضراتكم وهذا الجزء من حوار الدكتور حازم راشد مدير مركز تطوير المناهج، ابقوا معنا. تطوير المناهج هو محاولة لتحسين المناهج بحيث أنها تكون أكثر ملائمة لمتطلبات المجتمع وتحقق أهدافه في الجيل الجديد اللي احنا بننشئه. ولذلك تطوير المناهج عملية مستمرة، موجودة السنة الماضية، موجودة في السنة الحالية، موجودة في السنة القادمة، موجودة بعد 10 سنين، لأن الحياة نفسها متطورة. وبالتالي أنا بحاول دايما أني أحسن في الوضع القائم الخاص بالمناهج وأنظر للمستقبل أكثر مما أنظر للوقت الحالي أو الوقت الحاضر، بحيث أنا أسهم من زاويتي أنا كمناهج أو كتربية وتعليم في تحقيق أهداف المجتمع. ما متطلبات تنمية في هذا المجتمع في الوقت الحالي وفي المستقبل؟ وبالتالي لابد أن تنعكس هذه المتطلبات وهذه الخصائص وهذه المشكلات التي يعيشها المجتمع، لابد أن تنعكس على المناهج التي أقدمها، سواء كانت مناهج أدبية علمية في تعليم فني في تعليم عام إلى آخره. أنا لا أستطيع أن أطور المناهج دون أن يتطور مستوى المعلم. لا يمكن أن تطوير المناهج يسفر عن شيء ذي قيمة إلا إذا توفرت إمكانيات في المدارس من حيث مثلا تنفيذ الأنشطة. لا يمكن أن تتطور المناهج بشكل حقيقي إلا إذا تغيرت منظومة التقويم الموجودة في المدارس. يعني على سبيل المثال، أنا قد تكون عندي مثلا مناهج زي مناهج الكيمياء أو الفيزياء، هي في الأصل تقوم على مجموعة من التجارب المعملية التي تمارس من خلال الطلاب مع مدرس في المعمل في أحيان في حديقة المدرسة في البيئات المختلفة التي يعيشونها. لكن ما زال إلى يومنا هذا المعلم في معظم الأحيان هو يدرس الكيمياء أو يدرس الفيزياء داخل حجرة الصف الدراسي بين 4 جدران عبارة عن إلقاء دو 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 دو. وبالتالي ما أقوم أنا به في تطوير المناهج لا يسفر عن شيء، لأنه لم يترجم إلى ممارسات على أرض الواقع. وبالتالي فالتحسن في الأبنية المدرسية هو تحسين في المناهج، التحسن في مستوى المعلم هو تحسين في المناهج، التحسن في الميزانيات المخصصة للأنشطة هو تحسين في المناهج، التحسن في كيفية اختبار التلاميذ وتقويمهم في نهاية العام هو تحسين في المناهج. كل هذه العوامل تؤثر على تطوير المناهج بشكل مباشر، لا أقول بشكل غير مباشر ولكن بشكل مباشر. أنا الدور الأساسي الذي أقوم به أنا في مجالي أن أنا بأطور على مستوى التخطيط على مستوى الأوراق، لكن هناك دور آخر مكمل وهو مهم جدا، مستوى التطبيق على الأرض. عودة معكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، نواصل معكم باقي تفاصيل الأخبار. دقت ساعة الخدمة الميدانية، تعليمات جديدة لمديري ومعلمي المدارس. على السادة مديري المدارس ومسؤولي شؤون العاملين بالمدرسة مراعاة الآتي: 1- إنشاء دفتر حضور وانصراف جديد على أن يسري هذا اعتبارا من 1/7/2017 وينتهي 30/6/2018. 2- إنشاء دفتر 68 جديد لنفس الفترة. 3- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذي الإعاقة، الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص، الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل. 4- جميع الأجازات العارضة والاعتيادية تبدأ بذات الفترة لجميع العاملين من 1/7 حتى 30/6. 5- للعمالة الحق في إجازة وضع 4 أشهر سواء تعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 6- يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل 3 أيام عمل
ايا ما كان عدد ايام العمل بالوحده على ان يصل الموظف على 65% من اجره الوظيفي والمكمل. بهذا نكون قد انتهينا لنشرة أخبار اليوم من قناة مصر التعليمية، على أمل أن نلقاكم أعزائي المشاهدين قريبا بمشيئة الله. لكم منا ألف تحية وإلى اللقاء.